حكمه خفيفه على فم الحصان، اذا كان الخيال سيء يستعمل القوه بيعور الحصان. فهل يستطيع التحكم بالحكمه؟ لا شك في انك متحكم بالحصان بالحكمه قبل الشكيمه. هل سبب التحكم بالحكمه او الرغبه بالركوب بالحكمه التضايق الحصان من الشكيمه؟ ليس دائما، في اغلب الاحوال تضايق الحصان من الشكيمه سببه سوء الركوب وليس الشكيمه نفسها. والدليل طرق الركوب الصحيحه تركب الشكام تبدو قويه، لكن التعامل مع الحصان صحيح، وعلى راسها الشكيمة العربيه تبدو من اقوى واحر الشكايم، نفس الوقت ركبوا فيها. هل هذا يعني انهم يستعملوا القوه؟ او ان دقتهم احسن؟ نعم، مثلا العرب تروق فيهم خيلهم. عطني طبعا، انا اعطيتك دليلين، معني ما اعطيت دليلين اصلا، هي منطق، ما هذا دليل اصلا، ما يعنيني. والعرب في الماضي ما يعنوني، انا اركب عسيف، اذا استطاع يروغ فيني بدون سر طحت. لكن من باب المنطق، اذا انا احتاج عدم الروغه، شلون شخص يقاتل في المعركه؟ اقنعني، شخص انت بتطعن ابو جهل وفاتح على ابو جهل ومعك الرمح بتطعنه، يوم جاء عند ابو جهل، ابو جهل قال راغ حصانك الحرية، فراغ حصانك، راغ حصانك وين يروح؟ يعني انت ناوي تطعن ابو جهل، ابو جهل هوز الحصان اعطاه كذا، الحصان راغ يروخ فيك لمين؟ طبعا في معركه، في خضم معركه، مقاتلي الروم فرس الى اخره، عشرات الفرسان او مئات الفرسان او الاف الفرسان في المعارك، زحمه خلينا نقول، صدام، فالحصان يروخ من عدو الى عدو اخر يهتريك. فانت لما تكون مركز على شخص تبغى تطعن، تخيل بينك وبين شخص معين 5 امتار، حصانك راغ عن هذا اثناء محطه، انت تبغى تطعنه حوث عليك بالرمح، حصانك وخر، فطعنك راحت، غلطت في الطعنه. وحصانك راغ وين؟ انتبه لذا، وراغ وين؟ راغ هناك. الشخص يحترك بالرمح، طبعا الحصان عقب ما يروغ من ذا بيروغ من ذاك، ترى الحصان بلحظات بيروغ من ذاك. طبعا انت ما طعنت ذا وراحت الطعنه هنا، يوم الحصان راح بك لذاك راغ عنه، انت جسمك راح له، دق الرمح بفكك ولا صدرك لانك مفنقس ورا حصان، الحصان طبعا تفك عمره. ان كنت قاري معوذات وما طعنك حتى هذا، اللي بيصير في المعركه انك تكون فاتح ابو جهل راغ حصان، ابو لهب راغ حصان، خالد راغ حصان، الزبير راغ حصان، فلان راغ حصان، المعركه كلها بتكون روغه 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 روغه، يطلع حصان من جهه ثانيه، يطلع من المدينه ويوصل مكه روغات. طبعا يعني باختصار يعني يتحاربون يسحبون عليك، ما عليكم انه بيروغ الحصان. تلقى الشخص وهو يقاتل اذا انت جيت قال حش كمل القتال كمل، او شيل معه كيس، يمكن ابو جهل يشيل معه كيس في جيبه ويشيل الحصان. طبعا لن نقاتل لا انا ولا انت، بس الفكره انه في الماضي اذا كنت انت حاليا اذا راغ الحصان معك تعاني في التحكم فيه. شلون قتلت في المعركه في الماضي؟ اما انه هو يروغ به الكروفر نطوها، طب الكروفر الكروفر هو يروغ به، هو يجي يطعن ابو جهل، ثم هو يروغ بالحصان يلفه ويطعن فلان، ثم هو يكرر الحصان ويطعن فلان، ثم هو يلف الحصان ويطعن فلان. اما انك راكب حصان، حصانك خاف من القشعه، راغبك 10 امتار، هذا مو ركوب عرب، هذا مهزله، هذا لعب زرع. وياك ان شاء الله على وغلا. الحصان العسيف اذا كان في المسار كيف اخليه يخب ويهذب؟ كيف خليته يمشي مسار؟ انت لما ركبته اول ايام كنت طبقت طريقه او اي طريقه، عاده كيف خليته يمشي مسار؟ نفس الاوامر اللي اخذتها خليته يمشي فيها مسار بتصير في الخب والهذب. اولا تغيير اتجاه، ثم تدخل الصوت مع تغيير الاتجاه عشان يربط بين التوجيه والصوت، ثم تحس الحصان بدا يثقل جسمه، تقوم تثقل جسمك، تستعمل رجولك، ثم مع الوقت ممكن نتك، وبعض الطرق يستعمل مهماز والعصات. لكن الخطوات كالتالي: توجيه، صوت، رجول، نتك، ثم عصا او طرف العنق او المهماز في الطرق الاخرى، انا شخصيا ما احتاجها تقريبا. بالنسبه لسؤالك عن الحصان اللي يعطي كابوي للقمصه اذا هدب، عده نقاط: اولا الطاقه، الحصان قد يكون في طاقه زياده فلما يهذب يطلعني عنده. ثانيا قد يكون الحصان متضايق من السرج او حزام السرج فلما يهذب يضايق يقوم يقمص، طلع طاقه ثم يتاقلم معه. اخيرا وهو الاهم، طريقه ركوب نصر الادوم، لو كنت راكبه بشكل اصح لا شك فيها انك تقضي على القمصه بشكل يعني قوي جدا زي الروغه. ولكن هل عادة الحصان لما يهذب يقمص قمص طبيعي محله عادي؟ عادي. أما القمص باستمرار على قدام يسحبك سحب يحاول يطيحك، خطف الركوب.
لكن في النظرية الركوب الصحيح لو اتقنت لا يمكن يقمص، ممكن يطمر على فوق يلعب لعب. بالعكس ترى ميزه انه يلعب محله وانت تسولف بس معك توقفه عادي، اما انه يقمص على قدام مشكله. ما الفرق بين القمص واللعب؟ اللعب هذا على فوق، القمص كذا يعني يرجع ورا ثم يسحب قدام، ثم يرجع ورا ثم يسحب قدام، هدف انه يطيحك يسحب على تحت تقريبا. اللي هو انت قلتها كابوي تقريبا. كيف تعرف الشكيمه تناسب فرسك ام لا؟ ببساطه انا كلامي واضح، ثلاث تغيير الشكام ثلاث انواع. كنا نغير الشكيمه لنا، يعني حصان فراسه احب ما اطيحهم بركب شكيمه قويه برد الى اخره، فالتغيير لي مو بالحصان. هذا تغيير فاشل، ومع الوقت الحصان بيدق خشمك ويدق خشم الشكيمه. ولن ينجح حتى لو نجح مؤقتا زي الصداره والادوات الاخرى. اللي هو تغيير لك انت عشان تتحكم بالحصان وستفشل. التغيير الاخر بينه وبين ركوبك صح، بس تبغى الشكيمه تساعدك حبتين، اغلب طرق الركوب هذه تسوي. التحكم منك انت، لكن الشكيمه شوي ساعدتك او الادوات شوي ساعدتك. التغيير الاصح في نظري هو التغيير للحصان، انا متحكم الحصان تحكم تام، ارجع الحصان عند الافراس وعند الفحول ورا باصبعي صغير الرشمه. لا يمكن الادعاء ان تغيير الشكيمه هنا من اجل التحكم، لاني قبل ان اضع الشكيمه متحكم فيه باصبعي الصغير. تحكم بالركوب الخاطئ ما تجيبه بسكين. فلا يمكن تقول ان انتقال للشكيمه كان بهدف التحكم، طب ليش؟ لان شدوق الحصان مرتاحه، تعال شوف الزلوغ، لما فكيتها ركبت الشكيمه الفلانيه راحت الزلوغ. الحصان كان يفك فمه قل فك فمه، الحصان كان يرفع راسه قل رفع راسه. الحصان كان يبالغ في ارضاء اليد في الهذب والخبب ارتاح اكثر في الخبب والهذب. ببساطه كيف اعرف الشكيمه اللي تناسب فرسي؟ اعرف فرسك. لكن شرط انك متحكم تحكم حقيقي. عشان اكون صريح معك 99% حتى من اللي ماشيين زين في الطريقه لم يصل للمرحله هذه. لم يصل لمرحله انه بالفعل متحكم صار تحكم تام، فاللي يصير انه هو من الفئه الثانيه اللي بينه وبين. يبغى الشكيمه ترجع له. لكن ما يبغى يقول النقطه هذه فيقول لا انا بغيرها للفرس، وبالفعل في نوع من الصدق يعني. لكن الحقيقه السبب الحقيقي للتغيير هو انه تساعده. عشان كذا بعد اسبوعين ثلاث اسابيع الفرس تغلب الشكيمه يقوم يرجع الشكيمه الاخرى ادعاء انه يبغى يريح الفرس. لانه ما يقدر يحرك الفرس بالشكيمه الاخرى. الموضوع كالتالي، يركب بسنافل يعاني شوي بالتذكير والسحب تفلت بسيط، يركب البلهم ادعاء انه بيريح الفرس، تزين شوي بعد اربع ايام تبدا تحرم كم يقدر يحركها وتلعب يخاف تطيح عليه، يفك الشكيمه يدعي انه يبغى يريح الفرس، الواقع انه يبغى يحرك الفرس لانه ليس اهلا لتحريك الفرس بالبلهم. اوه عاد حل اللغز اللي جاك. الفرس تقبل الشكيمة أركبها عادي، لكن إذا ركبتها بالمقود والرشمة فقط أحس أن التحكم بها أفضل، فهل الحكمة تحل مكان الشكيمة؟ أي شيء أفضل استمر فيه. تحس الصدارة أفضل استمر، تحس الشكيمة أفضل استمر، تحس الحكمة أفضل استمر. أنت الذي تحدد الأفضل فاستمر. طبعا تحدد الأفضل عن طريق الحصان، ما راح تسلك نفسك، ما راح تكذب على نفسك. طالما الحصان بالفعل أفضل نعم استمر، ليش لا؟ بالنسبة لسؤال الركوب بدون سرج انك لاحظت انه اريح، نعم الركوب بدون سرج اريح للحصان، اقرب لطبيعته واصعب بمراحل، فيجبرك على تعلم التوازن الطبيعي فوق الحصان، غصب تتعلم ولا بتطيح، فبسرعة تطور. الركوب بالسرج اريح للخيال، انظف الملابس من نواحي وامن من نواحي كثير، انك طيحاتك تصير اقل، مع انه في خطورة انك لو طحت عليه رجلك في الركابة الى اخره، لكن خلينا نقول مقابل كل 10 طيحات بدون سرج تطيح 5 أو 4 طيحات بالسرج، فمن نواحي امن. لكن 90% من اللي يركبون بالسرج لن يعترف بالشيء هذا، لن يقول اني اركب بالسرج عشان السرج امن لي او انظف لي او اسهل لي، بيقول اركب بالسرج عشان اريح الحصان، ما يبغى يعترف بالحقيقه. فيقلب الواقع او يقلب الحقيقه. هل هو متفق عليه عند اهل الخيل؟ لا، زي ما قلت لك 90% من اهل الخيل قصدي يركبون خطا يعني. بيقول لك لا شك فيها اني اركب بالسرج اريح الحصان. طيب ليش انا اخالف؟ وساشرح لك ليش انا اخالف ونطبقها بنفسك. ببساطه انا عندي مخ، انت عندك مخ، قد تكون اذكى مني، قد تكون افضل مني، وقد مو اكثر مني، وتقدر تطبق اي طبقته ببساطه. طالما انك تدعي ان السرج اريح الحصان بالفعل، اثبت لي بالفعل ان سبب ركوبك بالسرج فقط راحت الحصان. ابي انا عندي حصان ابيك تعبه اركب بدون سرج. لا انا اريح الحصان، لا تريح الحصان، حصاني انا ابيك تعبه وبنتريح حصانك وراكب الحصان بالسرج عشان تريحه،
طب انا عندي حصان، انا حيوان، انا عندي حصان ابيك تعبه، انا كنت يلا تعب حصانك، خذ حصان ده شهرين، او الحصان الجاي اللي تعسفه ابيك تعسفه عسف كامل من بدايه نهايه بدون سرج، عشان تثبت لي ركوبك بالسرج فقط من اجل الحصان، ليس لا 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 ليس لثباتك على الحصان، ولا اثبت لي 90% لن يفعلون، ال 10% الباقيين بالفعل يفعلون، في 10% بالفعل يتحكم بالحصان بدون سرج ولا حد كبير يجيب درجه جيده جدا، لكن يدعي او يرى ان السرج اريح، هذا من حقه لانه يثبت لك بالفعل ان بدون سرج خيال، اخالفه لك من حقه، لكن 90% لو ركب بدون سرج خبط طاح، لو يخب بدون سرج طاح، ثم يدعي ان السرج اريح الحصان، اريح او مو باريح ما يحق لك انك تتكلم موضوع اريح او اريح بعد ان اثبت لي ان سبب ركوبك بالسرج بالفعل عدم قدرتك على ركوب بدون سرج. لكن هل هو متفق عند اهل الخيل؟ لا، اغلبهم يدعون ان اريح الحصان لان اغلبهم ما يفهم في الخيل في الركوب في طريقه ركوب. بالنسبه للفرس اللي اي احد يركبه يحاول يعض مع انه مدرب، اذا كان المقصد يعض قبل الركوب غير يعض في الركوب، بعض الخيل تعض وانت راكبها في الطريق تعضها تعض الرجل، اما بعض الخيل تعض قبل، اذا كان يعض قبل هذا لابد من الجود، لابد ان الحصان في الجود يعرف انك ببساطه ترجع ورا متى ما اردت، توقفه متى ما اردت، وتستطيع توخير فمه عنك متى ما اردت، الحصان لما يحاول يعض ببساطه انا شخصيا اعضه، جيب يدي احط يدي عند فمه، يعني باختصار فم الحصان هنا احط يدي في مقطع في اليوتيوب عن النقطه هذه احمد الحقيل العض، هذه يدي اليسرى احط عند فمه، طيب يجي العض، يدي اليمنى هنا، مجرد ان يحاول يعض بيدي هذه ادق مشفره، صار بيعضك، شوف انا جاي بعض اليد، اليد هذه هنا مجرد ان يقرب بيحاول يعض بس اسوي كذا عند مشفره دقه بسيطه، كل ما احاول يعض زياده ادق المشفر دقه بسيطه زياده، او بيدي هذه باصبعي اقبص المشفر قبص بمقدار قوته، كل ما قوى قويت كل ما ضعف ضعفت، لاحظ انه مع الوقت يختار عدم العض لاني قاعد اعامل المثل، اللي يخلي الخيل تعض وش هو الضرب والجلد قامت تعض فتصير تقاوم زياده وتعض، او نتركها مره، اللطف الزايد في الحاله دي يخليه يتجرى، العنف الزايد يخليه يتجرى، الصح انك تتعامل مثل تقول ان عضيتني بعضك عن طريق اني اقبصك او ادق على مشفرك، بالاضافه الى الجود اللي اقدر ارجعك ورا متى ما اردت لو 10 متر، هذا في الجود. اذا كان يعض في الركوب عاده سببها انه يعطونا سكر او برسيم وياكل مركوب، فطبع النقطه هذه وما يبغى يعض بقدر ما انه يبغى السكر وهو مركوب. او ان اثناء العسف لما كان يحاولون يحركون يمين يسار في بدايه الركوب صادف انه عض شخص وطيحه فطبع النقطه هذه. فاللي يسويه في الركوب لما يحاول يعضك برجل اليسرى يعني يحاول يعض رجلك اليسار برقبته لابد يدك اليمنى تطلع قدام، يعني يدي اليمنى اطلعها حصان في كذا، ابى اطلع يدي اليمين قدام اطلعها على برا عشان اكسر رقبته كذا. طب ليش ما اطلعها على برا على طول؟ لان صار رقبته بعيده عني، لو طلعت يدي قدام صرت يدي صارت موازيه لفمه، ثم اطلعها على برا بسهوله توخر رقبته، بالاضافه الى الحركه اللي سويناها في الجود تسويها في الركوب، يدك لما يجي عض ما توخر عنه وتدفه، ود يدك اليسرى عند فمه، يا جاي عض بس على المشور واحده بس ما يحرم ما عاد يعض. الحصان ما عنده مشكله تعطيه كف لانه اعطاك كف، تعطيه بوكس لانه اعطاه بوكس، اعطاك بوكس تطقه انه طقك. الحصان مشكلته انك تطق بدون سبب يقول يكسرك، او انه يطقك وما تسوي شيء يقوم يسيطر عليك. ضرب غير مضارب، لما تضرب شخص بدون سبب خطا، لكن لما تضرب شخص انه ضربك حقي معامل بمثل، هذه تخيل تسوي بطبيعتها. وش حل الروغه للمبتدئين؟ لا يوجد حل. ما هو حل الروغه للمبتدئين؟ الحصان اذا حاول ينطلق وراغ معك كمبتدئ احمد ربك احسن ما ينطلق، لكن بشكل عام حاول تفادى انك تحطه بمكان يضطر يروغ، ببساطه هو بيحاول ينطلق، اذا ما نجح في الانطلاق بيروغ، اذا ما نجح في الروغه بيسوي الاشياء الايجابيه اللي هي اختفى هدي الوقوف. فاذا كنت مبتدئ ووصل الحصان معك في الروغه احسن من الانطلاق، لكن وش الحل؟ حاول تتجنب وضع الحصان في مكان يضطر يروغ، لكن لن تستطيع القضاء على الروغه وانت مبتدئ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف إزالة الخوف من المتعلم؟ هذا قاعدة. بالنسبة للزلوغ، كان قصدك زلوغ، أقصد زلوغ الشدوك، متزلغ، جروح يعني، شقوق، وتقرحات من الشكيمة من أطراف الفم. كيف تقضي على خوف المتعلم؟ أولاً رقم واحد، كل المتعلمين يخافون، صح في ناس اشجع من الناس، في ناس استدنى من الناس احسن من الناس، بالنهايه كل الناس تخاف، لكن المقصد انك اذا خفت لا تخاف، مو قصد ما تخاف، اي واحد يخاف، لكن لا تخلي خوفك يؤثر على الحصان. مبتدئ لما يخاف الخوف يؤثر على ركوبه،
مو بدعوا ان الحصان عارف انك خواف صادق، الحصان يعرف انك تصرف تصرف خاطئ. هذا التصرف الخاطئ